السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الهلال السعودي أمام أجمك الأوزبكستاني، مباراة في دوري أبطال آسيا في الجولة الأولى. المباراة بإذن الله تعالى يكون ميعادها اليوم الخميس 15/4/2021. مباراة الهلال السعودي أمام أجمك هيكون ميعادها بإذن الله تعالى الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية، 10 مساء بتوقيت السعودية. بالنسبة لتوقيت الفيديو اللي انت شايفه ده توقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة بعد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، بتوقيت آسف، مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، وميعادها الساعة برضه 11 مساء بتوقيت أوزبكستان. تمام متابعي الكرام، القناة الناقلة للمباراة للأسف هو مش قناة، مفيش قناة اشترت الدوري أبطال آسيا، هو موقع وتطبيق جي اس اي لايف، وده بيبث في السعودية فقط. ومعلق المباراة هو حماد العنزي. لو عايز تشوف المباراة بقى من خارج السعودية عندك تطبيق موقع كورة لايف، وموقع طبعا اسمه ايه يلا شوت، ده اللي انا بشوف عليه المباريات. كان معكم محمد نور الدين من قناة الآخر خلاص، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لك الفيديو، نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.